الطلبة بتصنيع الصابون عندنا طريقتين. احنا طريقة من الزيوت النباتية الغير مستعملة، زيوت عادية، يعني خلينا نقول مثلا زيت الزيتون او زيت الخروع عندنا، وزيت النخيل نستعملها، زيت جوز الهند ايضا. نقوم خلطة بكميات معينة، كميات محدودة حسب الاوزان عندنا بالغرامات، بعدين يتم خلطة مع قاعدة ويتم عملية الصوبنة. اما عندنا احنا اليوم يعني اللي استخدمناها من زيت المستعمل او زيت المستخدم للطهي، فبهالحالة احنا نستخدم الزيت فقط اللي مستعمل، إعادة تدوير نعمله مع القاعدة أيضا، ويتم إضافة الألوان ويتم إضافة الروائح أو العطور حسب ما احنا نحتاج. قسم الصناعات الكيميائية مع بداية تأسيس المعهد التقني الموصل، والذي كان اسم معهد هيئة معاهد التقنية الموصل، ما كان أكو جامعة تقنية شمالية، عام 1979 تأسس فرع واحد، فرع تشغيل وحدات المعامل والورش اللي كانت موجودة عندنا، تأسست من وتم تأسيسه وتأثيثه من شركة يابانية. بعدين بالأعوام الأخيرة تم فتح فرع ثاني لقسم الصناعات الكيميائية والنفطية، سمي فرع تكرير النفط، فأصبح اسم القسم قسم الصناعات الكيميائية والنفطية بفرعين، تشغيل وحدات وفرع تكرير النفط. هذا اللي كان بس حصري، احنا مد زيوت وقود حيوي من زيت السمك. عندنا أساتذة اشتغلوا بالبحوث، بس كانت البحوث هي يقول تطبيقية، ما حد اشتغل بها عمليا، بس احنا ان شاء الله قسم الصناعات الكيميائية راح نبدي بهذا العمل ان شاء الله.